السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم. اليوم إن شاء الله بنسوي بانكيك. المقادير سهلة، نستخدم كوب واحد طحين، وكوب طحين بني أو طحين أسمر، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة خميرة، ثلاث ملاعق أكل حليب بودر، نخلطهم. في ملة ثانية نحط كوب ونص ماء دافي، ربع كوب زيت زيتون، ربع كوب دبس تمر، بيضتين، نخلطهم. نصب السائل على خلطة الطحين، نخلطهم لما يتجانس الخليط. إذا الخلطة غليظة نضيف ربع كوب ماء دافي، وهذا القوام اللي نحتاج له. نغطيه ونخليه لمدة 10 دقائق. على نار متوسطة نحط الطابي ونرشه بالزيت، نصب الخليط، نخليه يتحمر من الجهتين، تقريبا ياخذ له دقيقتين لثلاث دقائق. نرفعه ونحطه في طبق التقديم. نحط عليه عسل، حياكم نجربه. لذيذ. شكرا لمتابعتكم، مع السلامة.